الوغ حنا اليوم فرحانين بزاف حيت ربحنا لو بروميي بري ديال لا كومبيتيسيون كليمتنا اللي كتشجع الشباب على انهم يديروا مبادرات ودي زيدي انوفونت في هذا الدومين ديال لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون اللي هي دابا اصبحت واحد القضيه اورجونت تحركو اون بروبوزيو دي سوليسيون لي انوفونت تكنولوجيك باش نقدروا الكره الارضيه ديالنا من هذا لي شونجمون كليماتيك اللي كتعاني منه. واليوم حنا بالمشاركه ديالنا في هذه لا كومبيتيسيون ديال كليمتنا اللي شاركوا فيها مجموعه من الشباب باش بلي بروجي ديالهم اللي انتريسون اللي كيحاولوا فيهم بلي زينيسياتيف ديالهم يبروبوزيو دي سوليسيون لهاد لي بروبليم اللي كتعاني منهم البيئيه اللي كتعاني منهم المغرب ولا سواء على المستوى العالمي. وحنا اليوم كنا من بين الفائزين الاولين ديال هاد لا كومبيتيسيون بلا 15000 درهم وحنا فرحانين بزاف بهذا لو بري وهذا الانيسياتيف ميم ديال كليمتنا حيت كتشجع الشباب على انهم يديروا يبدعوا في هذا المجال ديال لونفيرونمون. حدث اليوم هو تتويج الحملة دامت لحوالي 3 أشهر لتوعية وتحسيس الشباب بأثر التغير المناخي على البلاد وعلى الأرض وعليهم هما على مستقبلهم وللتوعية بالمحافظة على البيئة وأهميتها. هذه الحملة كانت على شكل وصلات إذاعية وبودكاستات على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك كملناها بهذه المسابقة باش نعطيو الكلمة للشباب اللي عندهم مبادرات وعندهم أفكار ديال المحافظة على البيئة أو مكافحة التغير أو التغير المناخ باش يصيفطوا هاد يشاركوا بالأفكار ديالهم والمشاريع ديالهم. واليوم وحصلنا على صيفطوا حوالي 200 مشارك ومشاركة أفكار ومبادرات بيئية وتم اليوم تتويج 3 مبادرات وواحدة منهم حصلت على الجائزة الكبرى. وهذه المبادرة هي لفتاتين من سلا ومن أكدس.